الناس يقول السيد الإمام رحمة الله عليه، السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، لما صارت الضجة على كتاب الشهيد الخالد اللي هو صالحي، نعمة صالحي، هذا ألف كتاب الشهيد الخالد. شنو ناقش هاي الكتاب؟ يعني ناقش أهداف الحسين أنها طبيعية ولم ترجع للأسباب الغيبية. رأي خب رأي أنت، يعني اتبعت هذا الرأي خالفته؟ طلعت عليه مظاهرات، لبست الأكفان على وش صاير في العالم. يعني السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه نزل بيان، هذا البيان واضح، قال لا زال المجتمع لم يسترشد. يا أخي ناقش فكرة، الشهيد مطهر حاله كحال غيره من الباحثين. في إيران عندما ثارت جدلية الحداثة وعبد الكريم سروش، وأصدر بعض العلماء فتاوى، بعض الفتاوى عندما قال على سروش قال كلمته وعلى الشعب أن يقول كلمته، السيد الخامنائي الله يحفظه ماذا قال؟ قال دعوا التكفير وناقشوا الرجل. زمن مو زمن تكفير، دعوا هذه المسائل الكفرية وزمن الاستحلال وكذا، دعوا التكفير وناقشوا الرجل في طروحاته. فعلا صارت الجرائد الإيرانية والمجلات الإيرانية مرتعا خصبا للأفكار المتبادلة، من سبحاني إلى يزدي إلى لاريجاني إلى فلان إلى فلان، كتب ومؤلفات ومناظرات ومحاضرات وفد ثراء فكري طيب صار في ذلك البلد. المرحوم الشهيد مطهري كان رجلا عالما ومتفكرا وعالما وفيلسوفا وفقيها وكان مسلطا على الأمور الفكرية بشكل كامل، وهذه الخصوصيات كانت الشيخ يوسف الغروي موجود هكا، الشيخ يوسف الغروي الباحث والمحقق تكلم عن كتاب الملحمة الحسينية وقال أنا بنفسي حاضر محاضرات الشهيد مطهري في حسينية الإرشاد ومستمع إلى كل محاضراته. يقول أستغرب أن هناك أناس يشككون اليوم في نسبة كتاب الملحمة الحسينية إلى الشهيد مطهري الجزء الثالث. ليش؟ لأن في هذا الكتاب شيء ما يعجبه. طب أنت ما وافقت تروح تطلع بعض الكلام اللي ما نتيجة إلا الفتن. فقال الشيخ يوسف الغروي يقول كل المحاضرات أنا سامعها وهذا أنا موجود وهذا أنا حي، كتاب الملحمة الحسينية كامل الذي سمعته هذا موجود، لا في تزوير ولا ولا ولم ولا وليس على أنه ينسب إلى غير الشهيد مطهري. هذا هو نفسه، كونك أن هذه الفكرة ما عجبت خب أنت ما أنت مجبور، أمور تاريخية إن وافقتها كان بها، ما اتفقت وياها شوف لك كتاب آخر واقتنع بما تقتنع. أما جيت شهر بالشخص أو تستعمل ألفاظ لا تليق بشخصية الإنسان المؤمن تجاه إنسان مؤمن كبير عملاق مفكر إسلامي شهيد قدم دمه من أجل الإسلام، أجي بكل بساطة لأن فكرة ما عجبتني في كتاب الملحمة الحسينية وأشنع عليه. يعني أنا أراعي الله أخاف الله لما أشنع على مثل هذا الرجل العملاق الشهيد؟ هذه مو إنصاف ترى يا أحبة. إذا عندك شناقش الشهيد مطهري في فكره، أما هاي الألفاظ السوقية ما تليق بشخصية الإنسان المؤمن. عندك شيء تفضل أدلك اطرحها والناس تقتنع تتفق تختلف، الناس أحرار في تفكيرها. هذا الذي ما تحمل البعض مناقشات الشهيد المطهري قال بس دي مكذوبة عليه، وهي بصوت صوت وصورة مسجلة 50 سنة هذه الملحمة، ليش أخفيت عن الجيل الشاب؟ من المسؤول عن إخفائها؟ لماذا يحارب الشهيد المطهري من خلالها؟ مطهري طرد من حوزة قم، طرد. انتوا تتصورون راح الى طهران والى ارشاد، ما ادري اللي مطالعين ولا انتوا تتصورون هيش جوزافا راح طهران؟ طردوه منه، ما قدر يدرس بعد في اي قم. نظر فقهي نفر ميده نظر شاذ است. خیلی خوب قبول ندارید فرسی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیانی نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه یه نفر رساله بنویسه در رد او، کسی او رو قبول نداره رساله در رد او بنویسه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ یه گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رحم کنم نمیشه. این اللي راح درس الفكر الماركسي وراد ينقل مثل مطهري مثل محمد باقر الصدر مثل محمد فيا كاسف الغطاء اول من حاربهم من ها نفس الحوزه العلمي. مطهري طرد من حوزه قم، طرد.
انتوا تتصورون راح الى طهران والى ارشاد ما ادري اللي مطالعين مولانا، انتوا تتصورون هيش الجزافر راح طهران طردوه منا ما قدر يدرس بعد في ايقوم، وتروح من التاريخ مولى صدره مولانا طردوه من اصفهان راح وين مولانا كهكم انتهت القضية. عند ذلك تستطيع ان تتخلص من من كونك تابعا او لا تستطيع بعد؟ ستبقى تابعا بل ستبقى ذليلا، مو فقط تابع تبقى شنو؟ لأنه كلما كنت أضعف فكريا وثقافيا وفلسفيا ذاك يستطيع ماذا؟ ها؟ أن يذهب بك يمينا وشمالا، مو أنت ها؟ جيلك أبنائك ها؟ ولهذا أنت كل اللي تسويه مولانا آخره هو صدر فتوى أنه شنو هذا؟ منحرف ملحد. أوه.